أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، قال: المقصود على صورة آدم، لأنك لو قلت خلق الله آدم على صورة الله للزمك أن تقول بإكمال الأحاديث وهو طوله 60 ذراعا فتقول خلق. هذا كله كلام سامج ولا قيمة له. تجيب الحديث كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، صار الحديث ما له فائدة. في بعض الروايات على صورة الرحمن، ايش تسوي بها الرواية؟ تجيب الحديث على ما هو عليه، ولست أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، واترك هذه الأمور وهذه هذه العبارات اللي تجيبها من عندك. نعم، يعني تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. حول ولا قوة إلا بالله. نعم.